عندنا هاد الحلقات اون غوز وليا تبارك الله الروزه حره قداش تبارك الله وصل على النبي البيسور ديالها والقدوميه ديالها شي حاجه تبارك الله. انا ندير لكم تيست تاخد ديامون كيما عودتكم اون ديغاك تيست تاخد حتى الراس. انا تعمدت نوريهم لكم حتى من اللور كيفاش كيجيو تبارك الله وصل على النبي العرض ديالهم شي حاجه تبارك الله فنين ورائعين جدا. بهذه المناسبه الناس اللي خداو عندنا البراسليات ديال هادو الخاتم هذه هي المناسبة باش تكملي لهم الحلقة شي حاجة تبارك الله في الصلاة على النبي 10900 درهم 1090 ديال الأورو 10900 درهم 1090 ديال الأورو. شوفوا على حلقات فنين ما شاء الله مليون و 18000 ريال غزلان 10 غرام فاصلة 80 ويني. شوفوا لي تبارك الله القد ديال 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 ديال, ديال لي كاغا اللي كاينين تبارك الله في الروزات الكبور هي الحجره ديال الروزه قد ما كبرات قد ما غلا الثمن ديالها. هادشي في عالم الحجر الاحجار الكريمه. مي حنا راه كنديروا الثمن واحد ولا يسخر لكل واحد مرحبا والف مرحبا. حتى الحجر كنحسبوه بالثمن ديال الذهب وقضي الغرض الله يسخر ليك مرحبا والف مرحبا.